تعيش طرابلس منذ أيام أوقات عصيبة بين سكان غاضبين من تردي الأوضاع المعيشية وتراجع مستوى الخدمات من جهة، وبين انشقاق الميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين التابعين لحكومة الصخيرات. الصراع توسع بين الميليشيات ليصل إلى محاولة انقلاب على السراج، وهي المحاولة التي يقودها وزير داخليته فتحي باش آغا مع بعض المساعدات من أطراف أخرى. لكن خلف الكواليس يعتقد أن رجلا آخر لعب دورا مهما في هذه المحاولة وساعد على تأليب الميليشيات بعضها على بعض، وهو القيادي الإخواني البارز خالد المشري. ويعد المشري أحد مراكز القوى في حكومة الصخيرات، فهو رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري للدولة الذي لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يصدر قرارا إلا بالرجوع إليه. لكن الأخطر هو أن المشري الذي استقال شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه، لكنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان الإرهابي، وهو يعد رجل تركيا الأول في طرابلس. فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة الصخيرات مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك. وليس أدل على ذلك مقابلته قبل يومين مع أردوغان ووزير خارجيته مولود شاووش أوغلو. ورغم ما ترتكبه تركيا من انتهاكات في ليبيا، فإن المشري يلعب دورا مهما في تلميع الدور التركي وغسل أيدي أنقرة من أفعالها في الغرب الليبي وشرعنة الغزو التركي. وفي غضون الأزمة التي تشهدها طرابلس، برز اسم المشري الذي انضم إلى باش آغا في تدبير الحركة الإخوانية بدعم تركي بالاستعانة بميليشيات مصراتة في مواجهة ميليشيات طرابلس التي تدين بالولاء إلى السراج. مراقبون قالوا إن المشري هو المبادر بكل التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، ومنها الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان لانتهاك الحدود البحرية.